أهمية هذا المنتدى تبرز في أن الهيئة تشارك المهتمين في قطاع الاتصالات تقنية المعلومات بكل البيانات والمؤشرات المحدثة التي قامت عليها الهيئة من مستقات من شركات الاتصالات المملكة، وكذلك المسح الإحصائي الذي قامت به الهيئة نفسها. هذه نشارك بها سنويا كل المهتمين في قطاع الاتصالات، هذه رقم واحد. رقم اثنين، نهتم أيضا بأن نجمع المهتمين بحيث يناقشوا هذه المؤشرات، وكذلك دراسة الوضع الراهن والاستشراف المستقبل لهذا القطاع.